معلومات مؤكدة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلة مفادها تواجد سلعة مهربة وكذا سيارات دون وثائق داخل حاضرة ببلدية حاسم سعود. على إثرها تم تحليل المعلومة مع وضع خطة محكمة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم تفتيش حاضرة الحاضرة ليتم حجز ما يلي 10560 وحدة من مفرقعات حجم كبير صينية الصنع، 2,217,600 مفرقعة حجم صغير صينية الصنع، 16,570 كيس من مادة التبغ مقلدة، 28,510 علبة سجائر نوع بون، 340 علبة من مادة عسل الأرجيلة، مركبتين دفاعية رباعيتي الدفع. تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات المضبوطة داخل الحاضرة بمليار و825 مليون سنتيم.